الحديث الذي بعده قال: وعن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. قوله عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان يأتيه بما يريده صلى الله عليه وسلم وبما يحتاج إليه، كان يخدمه. وقد جاءت أم أنس بأنس رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخدمه، وقال أنس: رافقته أو لازمته 10 سنوات فما رأيت مثله، ما نهرني ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلت هذا إلى آخر ما قال رضي الله عنه. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأمور، منها أن يهب الله له من الذرية وأن يطيل في عمره إلى آخره، فكان ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لأنس، فكان يخدمه رضي الله عنه. لذلك انت في أسماء أسي كثير من الناس بالعاطفة بيسموا أولادهم بها، وهي ما موافقة للكلام ده، بل تخالف شرع الله تعالى. تلقى واحد يسمي ولده عبد النبي، ودي من الأسماء المنكرة كما في شرح كتاب التوحيد في القول المفيد وفي غيرها من الشروحات. وإنما يعبد العبد لربه سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني لا تغلوا فيا، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فلا يجوز أن يقال لفلان عبد النبي ولا عبد الرسول ولا عبد الحسين، كله ما بجوز. واحدين يسمون كذا يقول لك عبد الرجال، ده مسميه عبد الرجال، غلط. سمي عبد الله، زول 99 اسم ما عجبته فطاين جد، عبد الرحمن عبد الرحيم الملك القدوس، كلين ما لقى فينا الشيء اللي بيشفي غليله إلى الله المجتكى. فلذلك انت تسميه اسم جميل. طيب لو معليش سماه حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، زول يحب الرسول عليه الصلاة والسلام، خير ما هو إشكال. هاي 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 لكنه في السودان والرسول في المدينة، جاوروا كيف ما عارف. طيب، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال العباد: هنا النفي لكمال الإيمان وليس لأصل الإيمان، يعني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لو زول ما أحب لأخيه ما يحب لنفسه، مش معناه أنه كافر بالله ما مؤمن، وإنما هذا نفي لكمال الإيمان، يعني إيمانه ناقص، وليس المقصود نفي جميع الإيمان. حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، المقصود بأخيه هنا أخوة الدين وأخوة الإسلام، وليس المقصود أخوة النسب كما هو معلوم من الحديث، لأن الله تعالى قال: إنما المؤمنون إخوة إخوة. فأنت تحب لأخيك المؤمن ما تحب لنفسك، وهذا من الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من أسباب السعادة أن تحب المؤمن في الله تعالى، فقال كما في صحيح مسلم من رواية أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، المؤمن ده تحبه لله تعالى، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه أو بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فتحب لأخيك المؤمن
ما تحب لنفسك من الخير، وتكره لأخيك المسلم ما تكره لنفسك من الشر من الشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام أفشوا السلام بينكم. وسيمر بنا إن شاء الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، في بعض الكتب في غير هذا الكتاب. لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، البوائق المهالك، يعني إذا كان الجار بتاعك ما يأمن البوائق بتاعتك المهالك بتاعتك فده دليل على ضعف الإيمان. فأنت تحب لأخيك الخير وتسعى في نيله للخير، في أن ينال أخوك الخير.